لو الحكاية فيها إن فيديو طبعا. وإزاي أنا أحفظ على عيالي وأدخلها ومش فيها خدشة لو هو قطع طريق وحرق وعمل الحاجات دي؟ ما فيهمش خدشة، الأرض هتعرضهم نظيفة زي ما هم، يلبسوا المظاهر بيلبسوا النظافة ويلبسوهم زي ما هو، مفيش أي علامات تظهر عليهم. وأصلا لما قعدوا يحققوا معاهم ويقولوا لهم 30 ست في كسارة ويقولوا لهم 30 ست في بتاعت مين؟ بتاعت 25 يناير؟ لا ما تعرفش أي حاجة في أي حاجة. ابني بيقول لي بيسألني يا ماما بيقول لي هو أنت إخوان؟ قالوا يعني إيه إخوان دول؟ مين؟ ما يعرفوش، ما لهمش أي اتجاه سياسي نهائي، لأن ده ابني الوحيد. كنت ماشية دايما خايفة عليه يا أحمد عشان خاطر ماما، تنزل تلاقي حاجة في الشارع مجرد تطلع لي، أيام ما كنا هنا في شقة الذئاب. وفعلا ده كان بيحصل، مرة يطلعوا مرة يدخل الناس. وسألت صحاب قلت لهم يا جماعة أحمد كان بيقلب طرف كل يوم تعالى نتفرج، ما كانش يوافق أبدا يتفرج، يروح داخل لأن أنا واخدة عليه عهد كده لأنه ابني الوحيد ما عنديش غيره. فكنت خايفة عليه وعايشين عشانه. كان بابا دايما يا أحمد قال له ما تخافش يا بابا أنا بتفرج على ده وعلى ده. ودلوقتي هو كان مسجون من يوم ما قبض الفيديو، قعد شهر في اسم مدينه مصر اول، بعد كده راح اترحلوه سجن ابو زعبل، راح الاول محكمه 21/1 راحت مأجلاها للحكم 18/2 18/2 اجلوها للحكم لغايه 9/3 راح القاضي تنحى يوم 9/3 دي ساب القضيه، جه قاضي ثاني اخذها يوم 25/3 اجلها للحكم 29/4 في القضية ناس محامين ما كانوش يعرفوا ما حضروش 25/3 ومع ذلك حكم عليهم كلهم بخمس سنين و100 ألف. ليه؟ عمل إيه عشان ياخد خمس سنين و100 ألف؟ وأحمد أصدقائه من ضمن الناس اللي اتحكم عليهم؟ أحمد وأصدقائه كله، وكمان في ناس تانية أنا ما نعرفهمش، في ناس ما كانتش محامينها جم حضروا ما سمعش ملاقعات ولا قدموا ذكريات، ومع ذلك حكم على كل المجموعة اللي هم كانوا 16 واحد. أنا أعرف أعرف ابني وأصحابهم بأربعة فقط، منهم واحد كان 17 سنه ونص طلع 19 واحد. هما المحكمه بتاعتهم بقى فضلت تؤجل 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 لغايه لما حكم عليهم يوم 29/4 من غير ما يحضروا، من غير ما يحضروا. رحت ازور ابني في السجن يوم السبت، قال لي يا ماما نزلونا الساعه 9 ورجعونا من نص الطريق، ما حضروش وما يعرفوش خدنا ايه ولا عملنا ايه. وكل اللي في سجن ابو زعبل لو سالت عليهم كل ما حدش يقول انا عايز نفسي اعرف العيال دي جت عندنا ازاي هنا ازاي، نفسي اعرف مين اللي رماكوا مين اللي رماكوا على ازاي جيتوا هنا، ايه اللي رمى العيال اللي واقعه دي؟ بيطلعوا يقعدوا معاهم العيال اللي فوق عشان يجرجروهم في الكلام او يشوفوهم بيفكروا ازاي، بيستغربوا. واحنا ما كناش مصدقين، عارف انا عامل ايه؟